السلام عليكم ومرحبا شباب، كل حال ان شاء الله طيبين. مايكل مايرز قال دونات بنخلي الانفينيتي وذ 3 وبهالمقبره ايش احط اوفرينج، اختار لهم ماب حلو صراحه. لو جانا ماب ضيق السرفايفل يشوف هذه الادونات فيها كل يطلعون دي سي اغلبهم. طبعا هم ينقدون مايكل ماير انه كيلر تعبان وايزي وضعيف والكلرات الجديده ما ادري ايش عندها وماير راحت على، والمشكله يطلعون دي سي اذا شافوا الادونات الحمراء. فخلي حطيت لهم ماب حلو. او تيم جاهز يا لبي، ما شاء الله تبارك الله، مدلعين الحين حقين الكونسول صراحه. على طول تدخل كذا جيم ضدنا عرب الله يعينهم، صراحه اللعب بيكون سيء بالاذنات هذه، ما راح يتهنوا فيه الا ها ما تدري يمكن واحد يلوب فيك ويمكن يلوبون كلهم ما يخلونك تشحن. بس انا الماب اللي اخترته لا راح اشحن فيه، انا راح استمتع فيه وهم راح يستمتعوا فيه صراحه، وما توقع ان شاء الله بمني ما بخلي احد يطلع دي سي. بحاول اني اول ما راح اذبحه ما راح اطيره بسرعه، خليهم يلوبوا كذا عشان يحسوا انهم فرموا شوي، عشان لما تقتل واحد وبيفكر يطلع دي سي يفكر في انه بيخسر، يعني مو مستفيد شيء من الدي سي. فانا اعطيهم فرصه، الماب كبير والماب في صالحي تقريبا، لانه مايكل بيكون بطيء جدا هنا. بسم الله بدأ الجيم. طبعا بالعادة لما يشوفون هذه الأذونات يجون السرفايفل يستسلموا أو يقلبوها فارم، لكن أنا ما في مصمل أني إذا قدرت أقتلهم كلهم، لو يجوني كلهم طابور ما عندي مشكلة، عاد حظهم سيء. وملينا صراحة إحنا مينات مايكل أنه الناس تنتقد أو تقول أنه مايكل ضعيف. خلينا نشوف أحد، أسمع واحد يجري حلو، هلا والله. على طول شاف الهكس روين، وين رحت هذاك؟ خليك جالس، يو شكرا والله اشحن بعيد يا سلام. معايا الثنتوفوبيا، ودي صراحة اعطلهم فيها بدل ما اصحابه يشتغلون على الجنريترات. خذ، خلي الثانتوفوبيا تشتغل شوي. حاط انا ثانتوفوبيا، حاط بامبوزل عشان اللوب وروين، وحاط هذا البيرك اسمه، هذا البيرك الاخير يخليني اشوف الجنريترات. ايوه يخليني اشوف اذا اللي شغلوا جنريتر وين متجهين. في ناس هنا شغالين على الجنريتر اللي صار، هلا والله. نطلع نكمل عليها الشحن من فوق من هنا. والله زبر علي، يلا خلينا نشغل الثانتوفوبيا. لما نطقهم كذا كم طقه في البدايه ما راح يشكوا اني انفينيتي او ان معي مقبره، ما راح يشكون. يمين نسمع، الهارد حلو. كنت بس دحى عشان اشغل هذولاك، احسهم جالسين يحرقوا مواطير، وفيهم واحد يناديني. كويس اني شحنت من هذي. طيب فين اروح الحين؟ وين اروح؟ وين وين وين؟ نرجع نفس المكان اللي صدناهم فيه اول مرة عند الشاك، لانه هناك اكيد بيكون مكان مطمنين له عشان. اي والله
ليش التباق؟ وش تبين؟ شكرا شكرا خليك. ايوه ثانك يو ثانك يو ثانك يو كمان كمان. هذه الظاهر تبي تتيم. دولاب عندك بيركجن ولا انت عرفتي؟ ارجع ورا. والله اني حاس تبي تصفقني كانت. طيب اجلسي في الارض انت، خليهم يعطلوا المواطير. نصير واحد يجي يهجلها وانا ايوه تعال تعال. واحد هنا وواحد هنا، اروح لمين؟ لهذا ولا لهذا؟ مين الاقرب؟ يلا يا نية. كفو اصفق راسي، ما عندك مشكلة. يلا فدا. لا 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 ضيعتها لاني لفيت يمين وبتعطيك اللفة حق الفلاش. مشكلة غلطت انا، المفروض ما الف، بس عارف وين بتروح. هلا لاوري، مع السلامة لاوري. باي. طيب نشوف غير لاوري الحين. صايرة حركة غريبة لما تسوي لواحد كلب مايكل يرميه في الارض يخلوك تطلع من فوقه وتنزل، ما ادري ايش هالمعنى. ما ادري هو جلتش في اللعبه ولا مايكل كذا يخلوه. مين كان يفجر هنا؟ كان في هو في واحد يناديني هنا يصفق بذي الخزنه يبيني اجي. اوكي وين نتجه؟ ما علينا من اللي ينادون يختفون. النينجا هو افكر بحل حلو صراحة، انه يشغلني وذلك يشغلوا مواطير مصرين على الفوز. يناديني من هناك الحين. بقابله من اليسار، راح يركض يسار. يلا ركض يسار من هنا. هو اثنين بس الاكيد، هذا اللي نط من هنا هو. في واحد شغال المطور. مفروض كل خليها في الارض، ما طلع لي كل. اخيرا كسر الروين، وهذا بعد مفروض كل. ما بي داون انا، قاعد يهيل قوية. ما شفته زي نفسي. منين 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 ليش؟ فين الكل؟ حط دونات كل كلها. اوكي انا ابي كل، ما ابيهم يموتون كذا على الهوك ولا على الارض. بخلي واحد يساعدهم، زي نفسي افرم انا عشان التروفي. والله في تروفي عليها اذا قتلتهم كلهم بيدي، فهذول صاروا صيده مضمونه الان. الان حتى لو استسلموا ما علي شرها لو ذبحتهم، لانه مستسلموا من اجباري يعني. يلا يلا انزل انزل انزل، وقفهم لي وقفهم، جهز لي الذبائح. يلا خلنا نضحي فيه واحد واحد، يمكن انت الاول. اوكي يلا يلا قوم. ايش تبي؟ يبينا يشيل خويه وهو يطيحه بالبلد. اوكي كل، الله عندك كل.
طيب ايش نسوي الحين؟ نبدا نذبح ولا نجمعهم سوا ونذبح؟ ولا لانه فيها هاتش بتنفك ويهربوا، يهرب واحد فيهم. يبي لها خطه محبوكه. اوكي هذا واحد وراي. تيم تيم يا حبيبي يومي. ابي الثاني بعد. فين الاثنين اللي هناك؟ نبيهم الثلاثه يجتمعون. ها تذبح الشواية حقي؟ طيب شو اسوي له ذا الحين؟ نزل. ما ندري. كل كل كل. طيب نجي لهذه نعلقها عشان يفرموا شوي. حرام والله، خليهم يفرموا شوي. اخر يا نيا. اوكي حلو. المشكله بس دح واحد ثاني عشان اعلقه. ايه كويس نزلتها. تعالي يلا. انشالك دي. طيب تعالي انت اللي هربتي هناك، بدأت تفقدي الثقة فيا. اخلصي، نزلي دي. اوكي خلينا نعلق دي بداله. اللي بيفرمها يفرمها، هذيك ما تبي تفرم انحاشت. يلا كويس جابتها لنفسها. والله قلبي ما يطوى يعني اقتل. يلا بسم الله. اوبا اوسخ طريقة قتل في اللعبة. تفنيشة مايكل اوسخ موري في اللعبة. الثاني بيروح من الهاتش ولا شي نسوي؟ طيب خليهم يصلحوا جنريتر. صلح جنريتر، روح صلح يا ليل. بالغلط والله، كنت ابغى اضرب على الجنريتر اقول لها سوي. يلا عوافي اصلا كذا ولا كذا. كلكم ميتين، كلكم ميتين. طال الوقت ام قصر. اوكي هذا تبي هات ولا ايش تبي؟ صلح الجنريتر، صلح صلح، ما ابي ارفسها. يلا نختصرها نذبح. اوكي جي جي. والله لو مو التروفي كان خليت واحد يطلع، لكن عوافي ايش نسوي؟ هذا مايكل اللي يقولون عنه ضعيف، هذا مايكل اللي يقولون عنه ضعيف، اللي يقولون عنه راحت عليه مايكل. وين راحت عليه؟ راح يحط له الاذنات وشوف. اوكي يعطيكم العافية المشاهدة، كان معكم هاشم من قناة اوكسو جيم بلاي. سلام عليكم.